بلاش التفكير اللي انت بتفكري فيه ده. بره في مطر كتير وفي ديابه. عارف يعني ايه في ديابه؟ اختاري لك اوضه من الاثنين. انا شخصيا هختار الاوضه دي، اصل انا احب انام لوحدي. مش احسن كل واحد ينام في اوضه لوحده؟ يعني تفتكر ان الملاية دي هي اللي ممكن نام؟ افتكر الملاية دي خلي كل حاجة تمام التمام، زي سور عكة. يا سلام، ايه سور عكة ده؟ لا انت ما تعرفيش سور عكة؟ لا. سور عكة ده كان سور كبير وتخين، تخين قوي وكبير قوي. كل الجيوش اللي في العالم ما عرفوش يهدوا السور بتاع عكة ده عشان يخشوا عكة. واد بره عكة، واخد بالك؟ حب بيته جوه عكة، يعمل ايه؟ عايز ينط السور الكبير ده. عنده زمارة، زمارة قد كده اهو، قعد يزمر بالزمارة، راح السور عكة ده ما تداعى وراح داخل للبيت حبيبته. ادي حكاية السور عكة. يا سلام. ايه مش مصدقاني ولا ايه؟ الملاية دي بقى اجدع من السور عكة. شفت بقى يا ستي؟ جيوش العالم كلها ما قدرتش على سور عكة، وزمارة قد كده قدت حيله. انت متنحة كده ليه؟ عايزة تعرفي الرجالة ازاي بيقلعوا هدومهم؟ مفيش اتنين بيقلعوا هدومهم بطريقة واحدة، زي بصمات الأصابع. أحكي لك حكاية. كان في راجل ساكن قدامنا، كان شباكنا يطل على شباكه، يفضل لابس طربوشه لغاية ما يقلع كل الهدوم بتاعته، وكان منظره يهلك من الضحك. بعد سنتين اكتشفت الحكاية، كان أقرع. أنا بقى أحب أقلع هدومي حسب نظرية فرويد. أقلع البنطلون الأول. طمني، سور عكة فيه الكفاية. أنت متأكد إن ما معكش زمارة؟ لا معايا أرغول. طب تسمح تطفي النور؟ النور.